فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: ما يسمى بالجزمة أو الكندرة أجلكم الله التي لا تستر الكعب، هل يمسح عليها أم على الشراب؟ إذا كان حذرها شراب ساتر يمسح على الشراب، وإذا مسح على الكندرة اعتبارا بالشراب فلا يخلعها، خلاص تستمر معه. لكن إذا كان يبي يخلعها لا دخل ولا جاي يصلي ولا، فهو يمسح، يبدأ المسح على الشراب الساتر، نعم، ويخلع الكندرة أو غيرها عند الجلوس عند الحاجة يخلع، ما خير، لأنه ما بدأ المسح عليها، نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.